بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبايب قلبي ومتابعيني، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على لايك، وانطيكم قلب آني وكون ممنونة من عندكم. عزيزاتي وأعزائي وحبايب قلبي، وشوفن يا حبايب هذا السلج أبو روس، شوفن هذا سلج أبو روس، إحنا يمنا موجود. شوفن هذا السلج، هذا شكله، يعني أني اليوم سويت كبة بسلج أبو الروس، يعني سويتها إحنا، والله ما أعرف شو يسمونه، بس إحنا نسميه سلج أبو الروس منطقتنا. فهذا سلج أبو الروس يعني أقطعه وأخليه بهذه، وبعدين أجيب السلج وهم أثرمه. يعني شوفون طبعا كله طين مثل الفجل، يعني هو يصير يعني شكله شكل الفجل، يعني من طلعين الفجلة يعني طلعونها وكلها هم بيها تراب وبيها طين، نفس الشيء لازم تنظيف زين من التراب وبعدين تقطعينه كلها. بس أنا شفت هذا الكمية كثيرة، إيش سويت؟ شلت وحدة، يعني شلت نص الكمية للصيف، تأسوي كبة إذا ظليت طيبة للصيف إن شاء الله أسوي لكم كبة همينة مال السلج أبو روس. شلت نص الروس اللي قطعتهن وخليتهن بعلاقة بكيس لايلون شفاف صحي، لأن هذا مع البامية. وهذا السلج ثرمته كله، تا عاد يعني أسوي عاد مرق، يعني أسوي مرق تا أخلي الكبة بيه. هنا وردة جوري قلت لها عندي لحم وشحم، بس أني عجبني ثرم بالإيد وما اقدر اني اثرم، قالت جيبي انا اثرم لك اياه، لان شو اسمه تساعدنا عليها اني ورده جوري. شوفون يا حبايب قالت انا اساعدك، وام اماني موجوده ويانا، بس لا يعني ثرم اللحم ام يونس قالت اني اثرمه كله. قلت لها الهبر خليه بصفحه والشحم هم اثرمه وخليه بصفحه، لان الشحم من اخليه ويا اللحم خليه ينحمس يعني يذوب بسرعة، يصير هو تعرفون الشحم دهن. عاداني ايش سويت؟ قلت لها ثرمي وخليهن بصفحة كل، يعني الشحم واحد واللحم واحد. شوفوني يا حبايب هذا بعد ما كملت أم يونس تقطيع اللحم، أنا شالتهم أماني خلته فوق يعني خلته بالمطبخ. هنا عاد اني بس اني هذا من الليل نقعت الجريش، جريش اسمه تاك. شوفون يا حبايب نقعت تشيس ونص، شوفون يعني بلخص يقول لي، يعني اكو كثير مثلا يعني حبايب يقولن خالة مثير احنا يعني ما تنجح بدينا او ما يعني عارفين شلون نقع الجريش. شوفون يا حبايب كل شيء ما حطيت عليه بس ملح، ولو كان متوفر عندي شو اسمه كمون كان خليت، لان انا اخلي على شو اسمه بس ما متوفر عندي. شوفون شلون المي هيجي يعني بس اسم يغطي. هذا راح اخليه للصبح، وهذا هلقد بقى ربع كيس من هذا وشلته بصفحه. هنا بصل، يعني ثرمت بصل على مد خليت القيمة على الطبخ، هذا على ثاني يوم الصبح، يعني قصدي يعني من بس العجينة بالليل، هذا ثاني يوم الصبح عاد من العجينة خليتها، يعني عاد الصبح بديت بعد ما كملت وردة جوري ثرم خليتها على الطباخ، وثرمت بالمحضرة الطعام البصل والكرافز. هم هسه لا تقولين تقولين كرافز، انا اقول كرافز مو سحقه هذه يا حبايب، انا ما اعرف اقول كرافز او كرافوس، يعني هي تجي بحلقي كرافز. فعاد هذا الكرافز اهم، يعني ثرمته بمحضرة الطعام. هنا القيمة حطيت عليها نص الشحم، نص الشحم يعني مو كل الشحم، نص ثرمته ميونس وهذا ملح
خليت عليها تا ينحمس الشحم ويا اللحم. شوفن يا حبايباني للمبتدئات، مو انتن يا حبايب الكبار وتعرفن شلون تسوون القيمه مالت الكبه. احنا نقول قيمه يا حبايب، ما نقول يعني لحم مثروم، لان دائما يعني من اقول قيمه يعني الحبايب يعني بلخص خواتنا امهات بغداد والجنوب، يعني ما ادري كل بغداد بس يعني امهات الجنوب يعني حبايب قلبي يعني يسمنها قيمه نجفي عبالها من اقول قيمه. هسه هذا يعني خليت الشحم يعني الوجبة الأخرى مالت الشحم هم خليتها، هسه شوية تنحمس عاد أخلي البصل عليها. فشوفن يا حبايب يعني خليت بس فلفل أسود، فلفل أسود بس أخلي عليها، ما أخلي يعني أي بهارات، فلفل أسود بس وملح وبصل وكرافس. المهم يعني حبايبنا خواتنا امهات يعني مثلا من تقولين قيمه يقولون يعني ليش تقولون قيمه، هي لحم مثروم يعني هي حشوه الكبه، يعني احنا شنو هي حشوه الكبه؟ صحيح اسمها حشوه الكبه بس احنا يعني منطقتنا كل منطقه ولهجتها، احنا نقول عليها قيمه. وانا اسفه منكن حبايب قلبي غالياتي لما نقول قيمه، والله مو قصدنا غير شي، لا والله، بس احنا هنا منطقتنا من احنا صغار يعني يقولون قيمه مال الكبه. على كل يعني هسه هذه من كملت من خليت الكرافس عليها راح اطفيها واخليها شويه تبرد بحراره المطبخ، تبرد شويه واخليها بالثلاجه على مود يعني تقضب نفسها القيمه، يعني ما اريدها حاره والفها تبرد عاد على ما اسوي المرق. شوف حطيت دهن وبصله صغيره وهاي طماطه، اخر طماطه مالت مجمده عندي، هذن طماطه محليه راح اعصرها. وبعد ما ينحمس السلج ابو روس ويا روس السلج يقول لي السلج ابو روس، والله موجود يمنا هذا السلج حياتي، والله لو اكو تصديره صدرلشن، بس انا لوني يعني مثلا عندي محل كبيره صدرلشن سلج ابو روس على المنطقه اللي ما بيها. شوفوا يا حبايب هذا حطيت العصير مال الطماطه وراح اخلي معجون التونس عليه. شوفون غاليات قلبي حبيبات قلبي وملح معجون وملح واخلي عاد تايفور يعني، واقوم عاد اكبكبها الفها يعني الف الكبه او اكبكبها. المهم شوفون حبيباتي الغاليات هذا هم كملتها، هذا شكر لان الطماطه حامضه والجديدات الكل الهلبيتشن، يعني ما تعرفون أنا ليش أحط شكر لأن يعني الطماطة حامضة حتى يتعادل طعم المرق، ما يصير حامض فد مرة يصير مو طيب، فعادي تعادل الطعم مالته ويا الحموضة والشكر والملوحة. هنا ما عندي يعني بالبيت دهن مال تنك أو سمنة، إيش خليت؟ خليت زيت الزيتون عندي، خليت بس كمية قليلة، قلت أخافي تفلش يعني ما مجربة بزيت ثاني بس بالدهن، وبديت أعجنها بكل شي ما حطيت عليها لا مي ولا شي. وهذا العجينة عندي مو يبقى زايد من الكبة الألفها مثلا، أخليها بالثلاجة بالفريزر أو أخليها بالمجمدة، إيمت ما أريد أسوي كبة أطلعها من الليل ألقيها الصبح مايعة، عاد خلطتها ويا العجينة. شوفن حبايب قلبي شوفون العجينة شلونها شكلها، يعني لا حطيت مي عليها زي يعني هي أنا من قعدتها من شفتني، لا حطيت عليها برغل ناعم ولا حطيت عليها أي شيء، بس جريش وملح ومي، وما زودت لها ثاني يوم من بديت يعني أعجنها. هسه على مود ما عندي يعني ما حطيت لها دهن، ما كان عندي ما متوفر بس الزيت عندي، فما خليت لها عاد شوية تشوفينها تلزق على ايدي. اذا تشوفون الفيديو فيديوهات السابقة مالات الكبة اللي انا منزلتها على مود عاجنتها بالدهن حبايب قلبي، يعني الف ما ايدي يصير بيها ابد يعني عجينة،
بس هنا ايش سويت؟ جبت بهذه الطاسة، هل تشوفونها طاسة فافون هاي مخلينها احنا بالطحين، يعني من نريد نخبز شيء يعني اماني من تخبز بيها تطلع وتخلي بالمنخل على مود تنخل الطحين. هذه مالت الطحين انا هم جبتها وخليت بيها طحين، وحتى ما تلزق على يدي شويه بس اخلي عليها شويه طحين. اول بالبدايه اني قطعت 10 قطع من العجينه وخليتهن بالصينية على مود يرتاحن، حتى من اقوم يعني افتحها تجي بايدي بكل سهوله. شوفوني حبايب، عاد اني هيجي الف الكبه، العجينه الزايد يعني يرفع لي فوق، يرفع لي فوق واقطعه ارجع اخليه وين؟ اخليه بالطاسه البيضه اللي بيها العجين. هسه هم تشوفيني يعني شلون راح اخلي القيمه، اخليها شوفي العجينه اخليها بالطاسه اللي بيها طحين على مود ما تلزق على يدي، لان اذا تلزق شويه يعني تنفتح من صفحه، واقوم افر بيها والف. عاد هذا العجين الزايد يصعد لي فوق وبس هيك اقول له يطلع. يا حبايب هذه الطريقه هم مالتي، مالت الكبه انا هيك افل بيها كبه، هذه طريقتي بلف الكبه. يعني هسه عاد قعدت كباري ورده جوري، قلت لها اني كملت العلي، ابو يونس يحب كبه ورده جوري، يعني يريدها شلون على شكل كليتشة. ورده جوري تسويها على شكل كليتشة. هذا ورده جوري جاي تسوي، شوفوني يا حبايب ما شاء الله يا ربي، يعني معدله والله العظيم، هي واختها معلاوي من سوت كليتشة. شوفوني يا حبايب والله حرام، فلا انا قلت لا ما اريد اسحق، ما اريد اسحق، بس هسه حقا يا حبايب ابد ما تعوفني. فعاد واختها معلاوي نفس طريقتها بلف الكبه، وامها هم ام ورده جوري هم يعني هيك يعني متعودات يلفن الكبه. شوفون يا حبايب يا غاليات قلبي، هذا الكبه مالت ورده جوري هيك. هل تريد تتعلم مثل كبة وردة جوري بعد أحسن، تطلع يعني فد مرة رقيقة يعني حبايب، مو يعني على مود كنت يوم دح بيها، لا والله يعني كبتها فد مرة رقيقة. هنا أني كل ما ألف وجبة أجي أخليها وأطلع وجبة، يعني أطلعها من تستوي ألف الباقي كم وحدة ألف، يعني مثلا 10 12 وحدة وأرجع عليهن أطلعهن. هسا عاد سويت بعد ما كملنا أنا وردة جوري كلهن رجعناهن بجدرية على مود يعني أخاف صايرات شوية بيهن برودة. بهالأثناء هو أنا يعني سويت الكبة، ما أسويها إذا ما أصيح البيت أبو يونس يتغدون يمي. الكبة يعني كل ما أسوي هم يعني أقولهم تعالوا اليوم نسوي كبة، تا وردة جوري تجي تلف لأبو يونس هذن الشكل الكليتشة. والله بهالأثناء وجاي جاني خطار عزيز حيل حيل على قلبي، أخويا أبو سيف جاني قبل الغداء، فهو كان يعني يحب يعني الكبة مالتي، وكلبت بي قلت له أبو سيف ما تروح غداك يمي، شو مسوي غدا؟ قلت له كبة، لازم تظل تغدى. عاد بقى يمي وصبينا الغداء اني وورده جوري واماني ينقلن على يدي، وسوينا شو اسمه الخضره والخيار هنا عادين حضرنا، اني بس اصب المواعين وهنا ينقلن على يدي. سويت ثريد، اللي يريد ياكل ثريد كبه ياكل، واللي يريد ياكلها يعني ويا الخبز بالمرق يريد ياكلونها هيك بدون خبز، ما شاء الله سويت كميه كبيره والحمد لله والشكر. حبايب قلبي والله العظيم تمنيتكم ويانا كانت قاعدة من العمر، أنا وولادي وتنايني وأحفادي وأخويا الغالي أبو سيف، والله العظيم وضحك وسوالف ما مدنا تنتهي هالقعدة هذه.
ناكل ونسولف ونضحك. والله العظيم ايش قد حلوه هالقعده هذه وهاللمه الحلوه، الله يديمها علينا وعليكم وعلى امه محمد حبايب قلبي. وهسه اريد اقول لكم لنا وللكم دعاء، اقول لا اعلم ما في بيوتكم، ولكن يسال الله ان كان فيها مريضا ان يشفيه، وإن كان مهموما أن يفرج همه، وإن كان مديونا أن يقضي دينه، وإن كان مبتلا أن يعافيه، وإن كان محروما من الذرية أن يرزقه الذرية الصالحة، وإن كان فيها مسجونا أن يفك سجنه، ومن كان أسيرا أن يفك أسره. يا أرحم الراحمين يا الله، يا مدبر الليل والنهار، بدل ضيقنا إلى فرج، وعجزنا لقوة، وأحلامنا لواقع، واخرجنا من حولنا إلى حولك يا أرحم الراحمين يا الله. وقل لما نتمناه من أمرنا أن يكون، فإنه لا يعجزك ولا يصعب عليك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. إلهنا أقول لكم مع ألف سلامة.